استمرارا للجهود الأمنية التي تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التي تضر بالبيئة وغش مستلزمات الإنتاج الزراعي وجرائم غش السلع بكافة أنواعها. واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن حملاتها المكبرة على مستوى الجمهورية والتي أسفرت عن تحقيق نتائج إيجابية. فبنطاق مديرية أمن المنوفية أسفرت الحملات الأمنية عن ضبط مصنع بدون ترخيص للأعلاف الحيوانية بداخله كمية تزن 39 طن أعلاف حيوانية ومستلزمات إنتاجها مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية. كما أسفرت الحملات عن ضبط 5 مصانع بدون ترخيص للمنظفات المنزلية والمياه الغازية والمنتجات البلاستيكية وخراطيم ري التنقيط للأراضي الزراعية بمضبوطات بلغت 21 طن ونصف مواد خام ومنتج نهائي لمواد بلاستيكية وطنين ونصف مواد خام منظفات منزلية وأكثر من 25 ألف عبوة مياه غازية و66 ألف متر منتج نهائي لخراطيم الري. جميع المضبوطات مجهولة المصدر. وبنطاق مديرية أمن الجيزة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شركة ومخزن ومحلين للمواد الغذائية والمبيدات والأسمدة الزراعية جميعها بدون ترخيص بداخلها 15 طن مواد غذائية مجهولة المصدر وثلاثة أطنان أقطان مجهولة المصدر وستة أطنان أعلاف حيوانية وثلاثة أطنان أسمدة ومخصبات زراعية. ومع استمرار الحملات الأمنية بالجيزة أسفرت نتائجها عن ضبط شركة ومركز للأعلاف الحيوانية والأسمدة الزراعية بداخلهما أكثر من 16 طن أسمدة ومخصبات زراعية وأعلاف حيوانية جميعها بدون ترخيص وضبط ثلاجة وشركتين للمواد الغذائية بدون ترخيص بداخلهم قرابة 12 طن مواد غذائية. واستمرار للحملات الأمنية بنطاق مديرية أمن الجيزة أسفرت تلك الحملات عن ضبط محلين وشركة بدون ترخيص للأسمدة والمبيدات الزراعية والأعلاف الحيوانية بداخلهم أكثر من 6 أطنان أسمدة ومبيدات زراعية وأعلاف حيوانية منتهية الصلاحية. وبنطاق مديرية أمن القليوبية تم ضبط ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بداخلها أكثر من طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وضبط شركتين ومصنعين بدون ترخيص للمواد الغذائية بداخلهم قرابة 4 أطنان مواد غذائية متنوعة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك. كما شنت الأجهزة الأمنية عددا من الحملات للتفتيش على المستشفيات بنطاق مديرية أمن الشرقية أسفرت نتائجها عن ضبط مخالفات للاشتراطات البيئية والصحية بمستشفيين إضافة إلى وجود أدوية منتهية الصلاحية وحضانات أطفال بدون ترخيص.